السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حلقة العالمي. النهاردة هنشرح إزاي تعمل تقوية في البيت، وكابتن خالد هيشرح لنا إزاي هتعمل تقوية في البيت. طيب، وإحنا مبدئيا قبل ما نتكلم على موضوع التقوية نحتاج بس إن إحنا هنفكر الناس في حتة أنا النهاردة لو لاعب مبتدئ ما ينفعش إن أنا أبدأ مثلا أنا النهاردة ما لعبتش رياضة قبل كده. ما ينفعش أنا جاي أنزل هلعب ضغط، ما ينفعش ألعب ضغط اللي هو الضغط الطبيعي اللي كنا بنلعبه. طبيعي يبقى ليه مراحل معينة هبدأ إن أنا أشتغل عليها. فانا النهارده هعتبر ان اللاعب اللي قدامي لسه اول مره بيمارس رياضه، طب انا النهارده عايز اعلمه الضغط. ففي اول مرحلتين رئيسيتين، بعد كده المرحله الثالثه اللي هي المرحله بتاعت الضغط الرئيسي. وعلى سبيل المثال احنا الاول بنشتغل، لو انا النهارده عايز اتمرن بقى ضغط عشان اشغل الجزئيه دي، اتمرن رجل ايا كان، لازم الاول اعمل احماء عام. فلازم الاول احرك مفاصلي بالشكل ده، اعمل شنج الناحيه الثانيه، ابدا اعمل استرتشات عامه، بفك جسمي على قد ما بقدر. طبعا في شغل كتير قوي للجزئيه دي، تمام، بس احنا دلوقتي هنتكلم عن جزئيه الضغط عموما. فاحنا اول حاجه بنشتغل ضغط على الحائط، بيكون بالشكل ده عشان يقدر التكنيك يكون صحيح. لازم يقف بالشكل ده عشان يكون التكنيك يكون صحيح. يعني دي المرحله الاساسيه اللي بيشتغل عليها الشخص اللي ما لعبش ضغط خالص عشان يبدا يتعلم الضغط. بعد كده المرحلة الثانية هو بينزل وضع الضغط وركبته على الأرض. دي تعتبر المرحلة رقم 2. بعد كده يبدأ يدخل في المرحلة الثالثة، هو بيرفع رجل تبقى مرفوعة من على الأرض، والثانية نازلة بنفس الفكرة كده. بعد كده المرحلة الأخيرة اللي هو أنا خلاص هلعب بقى ضغط، خلاص وأنا اتعلمت واشتغلت تعدادات كتير، مع الوقت ومع التكرار اليومي ببدأ إن أنا أخش الضغط بالشكل ده. تمام. دي كده بالنسبة لتمرين زي تمرين الضغط. فدي طبعا يعتبر تمرين الضغط او الانتحار من اقوى التمارين اللي احنا بنقدر نشغل فيها الجسم كله. النهارده انا بنزل ضغط، فانا بشغل منطقة الشيست، تمام؟ بشغل الدراع باي وتراي، بشغل الريست معاهم، كتف شغال، ظهري شغال، رجلي امامية وخلفية وسمانة شغالين، فاصبح التمرين ده من اكتر التمارين اللي انا بشغل فيها عضلات الجسم كله.